انت راجل بتلعب مزيكا وبتحب المزيكا وبتلعب اكورديون، دخلت ليه كلية ادب؟ انا دخلت كلية اداب عشان اخش قسم لغة انجليزية. طب ليه ما دخلتش مثلا كونسرفتوار؟ ما دخلتش ليه حاجة في مجال الموسيقى؟ ما اعرفش، مش عارف والله ما ليها سبب يعني. انا كنت عايز اتعلم انجليزي. ولا بابا كان ليه رأي في الموضوع؟ لا بالعكس خالص، ده بابا كان هيبعتني ايطاليا. اصلا بابا اتفق لي وانا بخلص الاعدادية، اتفق لي ان انا اروح كونسرفاتوريو دي روما، الكونسرفاتوار بتاع روما. واتفق لي فعلا وكاد يدفع الفلوس لولا تدخل امي بعد ما وافقت الاول حسبتها، فراحت قالت له ما سيبش ابني يتغرب، ما ينفعش، مش هيسافر، مع انه كان بعتني مدرسه وكنت ابتديت اتعلم طلياني وعلى اني خلاص هسافر ايطاليا، هكمل في ايطاليا. لا ابويا ما كانش عنده مشكله خالص مع المزيكا، ما دامت علم يعني. هقول له اروح الكونسرفاتوار، موافق، ما عندوش مشكله ما دامت علم. لكن اذا تحول العلم بقى الى شغل، ما اعرفش، ما اعتقدش انه كان هيوافق، لانه هو توفى وانا في داخل على تانية ثانوي. فما دخلناش المنطقه دي مع بعض، لكن لو كنا دخلناها كنا هنطلع شرار بالتاكيد يعني. الزلطتين هيخبطوا في بعض. هو دماغه كانت زلطه فظيعه. انت عارف انا بقولك وانا وارث الزلطه منه. كنت بتحبه؟ بموت فيه طبعا، ابويا حبيبي. حسيت بايه يوم ما فقدته؟ لا انا قعدت اعمل صفقات مع ربنا، وهو اصله شوف الكارثه، انا ابنه الوحيد اللي كان معاه لحظه ما مات. شوف السقاله يعني. قال ايه؟ قال انا مسافر البلد يا اولاد، مين يجي معايا؟ قلت له انا اسافر معاك. قال غريبه قوي، انت ما بتحبش تسافر، انت في اجازه وما بتحبش تسافر. قلت له مش عارف ليه طالع في دماغي اسافر معاك. فقال طب يلا، وركبت معاه العربيه. فعلا وصلنا البلد، كان عازم ناس على العشاء، اتعشى معاهم وقعدنا مع بعض نحكي ونتكلم في الغراميات والستات والحاجات كده. وفجاه قال لي عمار تعبان عايز هوا، وراح. فاثناء الازمه دي الى ان راح، انا حاولت اكلم ربنا سبحانه وتعالى وطلبت منه طلبات وقلت له حاجات يعني. قلت له طب انا الناس مش عاوزاني، هو الناس عاوزاه، طب خدني انا ودي له هو عمري يعني. ما تمتش المسألة دي وهو اللي راح. انا عشت في هزة نفسية لمدة شهرين ثلاثة طبعا، وفين وفين عبال ما ابتديت استرد نفسي وفوق واتمالك واقول هو ما كانش يحب كده، ما كانش يحب يشوفك الا راجل قوي وراجل صلب والى اخره. المهم يعني اللحظة دي انا عايز اقف عندها لحظة واحدة. هل ساعتها حسيت بالعجز؟ الكامل، الشلل المطلق، الشلل العقلي والشلل العضوي. وعلى فكره بجد كانت بتصيبني نوبات شلل بجد، مش بهزار يعني. ابقى ماشي كده اروح واقع قاعد اي حاجه، المهم نفسي يضيق وما بقاش حاسس لا بايديا ولا برجليا وما بقاش قادر اقوم وبتفك لوحديها. لا قلت يا رب يا ريتني كنت بشوف اقدر اساعده. لا ما قلتش كده، لا اصل انا يعني كنت عارف ان انا في الحالتين مش هعرف اساعده، انا كنت مشلول فعلا. عايز ارجع معاك فلاش باك شويه لورا، وانا يمكن ما بحبش اتكلم في المنطقه دي يعني لحكم حساسيتها، لكن انا عارف انك انت بتاخد الامور ببساطه وبتتكلم فيها بتلقائيه جدا. لا هي مبدئيا مش منطقه حساسه عندي خالص. انا عارف بالعكس، انت اكتر واحد بتقول نكت كمان في الحته دي يعني. يعني انت ما شاء الله عندك ايمان وصبر قوي جدا. انت اتولدت ما بتشوفش ولا اتولدت بتشوف وبعدين لا ما شفتش؟ انا اللي مسهلها عليا اني اتولدت ما بشوفش من البدايه. ده اسهل.